الفترة دي بتبقى الست بتظهر لها أعراض كتير جدا جدا، وهي بتبقى قلقانة ومبنكة وخايفة ومش عارفة تتصرف ازاي. خلينا الأول نفهم هو ليه بيحصل شوية أعراض للست في أول 3 شهور من الحمل. الست أول ما بتحمل بيبدأ عندها هرمون البروجستيرون بيعلى. الهرمون ده بيعمل انبساط في العضلات الملساء اللي في جسم السيدة الحامل، يعني بيسبب شوية انخفاض في الضغط، كمان بيخلي في عسر في الهضم او انه الجي اي تي او الامعاء مش شغاله كويس. تبدا الست الاحماض تتجمع في معدتها، تبقى عايزه ترجع، عندها نفسها مسدوده مش قادره تاكل حاجه، ممكن يبقى عندها امساك علشان الامعاء مش شغاله، ممكن يحصل لها التهاب في مجرى البول لانه نفس الهرمون بيعمل انبساط في العضلات اللي موجوده في مجرى البول. طيب يا ترى الاعراض دي احنا نقدر نتغلب عليها ولا هنضطر ان احنا نفضل ناخد لكل عرض ادوية كتير فنبقى ماشيين بروشتة مليانة وش وظهر علاج؟ في الحقيقة لا، احنا نقدر نتغلب على كتير من الاعراض دي. طب نعمل ايه؟ اول حاجة للضغط الواطي هحتاج منك انك تشربي مية كتير، من 3-4 لتر مية في اليوم، فهتساعدي نفسك ان انت ضغطك ما يوطاش. كمان المية الكتير هتقلل حدوث التهابات مجرى البول. نعمل ايه كمان؟ عايزين بدل ما ناكل اكل كمية كبيرة مليان دهون ونشويات وحاجات المعدة مش هتقدر تستحملها وفي الفترة الاولى بتكون حساسة جدا، هناكل كمية اكل صغيرة مليانة بالخضار والفاكهة علشان خاطر اقدر اهضم الاكل ده كله. لازم اغصب على نفسي حتى لو انا مش قادرة ومش مستحملة ان انا ادخل بروتين في الاكل بتاعي يوميا. حتة بروتين صغنططة سواء لحمة او فراخ او سمك مهمة جدا جدا ليكي وللبيبي بتاعك. واستنوني فيديوهات جديدة.